عراقياً، أطلق المجلس الأعلى للشباب برنامج سفراء الشباب برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني. وألقى مستشار وزير رئيس الوزراء قاسم الظالمي كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، فيما أكد فيها أهمية دور الشباب المجتمعي والخدمي لمساندة الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي الوطني، كاشفا عن إطلاق منصتين، الأولى ستجعل الشباب رقيبا على الخدمات وشبهات الفساد وهي عين الشباب، وأخرى تستقبل الحكومة بها كل أفكار الشباب ومقترحاتهم وهي بنك أفكار الشباب. هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد تضعنا في تفاصيل التطورات في العراق وخصوصا بما يخص المجلس الأعلى للشباب. هبة، أهلا بك معنا في هذه النشرة. لو تحدثنا أولا أو أطلعينا أولا عن المزيد من التفاصيل حول هذا البرنامج، برنامج رعاية الشباب. نعم يا رعد، هذا البرنامج الذي كان على يعني على دراية الحكومة العراقية ومنذ تأسيس حكومة محمد الشياع السوداني، وهو مهتم بهذا البرنامج الوطني الذي يخص الشباب العراقي وكيف يتم تنمية هذا الشباب العراقي من خلال أنه كان هنالك يوم عالمي للشباب، ثم كان برئاسة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني الذي كان هذا المؤتمر مؤتمر حوار الشباب والذي نتج عنه تأسيس مجلس الأعلى للشباب. من ثم هنالك كانت انطلاق استمارة لسفراء الشباب التي كانت برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني، وأكيد 7 من الوزراء الذين يعني مستشارين وهم من ذا علاقة بخصوص شؤون الشباب وتنمية الشباب في كل المحافظات العراقية. فبالتالي هذا المجلس يعني كانت هنالك حلقة وصل بين الشباب والمجتمع العراقي وخصوصا فئة الشباب، فتكونت هذه الفكرة، فكرة أنهم سفراء الشباب الذين يأتون في كل من المحافظات العراقية يعني، وسيكون هنالك بعد هذا يعني السفراء الشباب هذا البرنامج الذي يطور من المهارات والمهارات الشاب العراقي في كل المجالات وخصوصا في قطاع العمل وفي أمور الريادة التي كانت يعني من مسؤولية ومن أولوية أيضا البرنامج الحكومي لمحمد الشياع السوداني في تنمية القطاع العمل وخصوصا في القطاع الخاص من قبل المنظمات الغير الحكومية لتطوع بمبالغ من 5 ملايين إلى 50 مليون لكل شاب يريد أن يفتح يعني كثير من المشاريع. فبذلك كانت فكرة سفراء الشباب يعني هنالك لجنة تم اختيار وفرز يعني أكثر من 27 لجنة كانت موجودة في بحث اليوم أمس عندما ترأس هذا المجلس الأعلى للشباب، وأكثر من 150 شاب كانوا موجودين الذين تطوعوا، وتم اختيار 5000 شاب من أصل 34 شاب من 18 محافظة. فبالتالي هذه المبادرة من الحكومة العراقية